هذه المسألة والله ما يصير يعني يسوي لك إياها تعجيزية وإن شاء الله توصل هذه الرسالة السامية إن شاء الله إن شاء الله هي أكيد راح توصل. أشكرك من القلب بارك الله بك يا معالي الله يحفظك والشكر لأبو ذاكر وأسماء لامعة وشرفتوني وخير داعمين للبرنامج الله يحفظكم إن شاء الله وأكيد من خلال تواجدكم لابد أن تعمل فائدة والنصح لشعرائنا الشباب يعني انتم ان شاء الله الكل على هذا النهج ويمشون يقتدون بأبو ذاكر ويقتدون بأبو بغداد ما عليك زود فنصيحة لأبو ذاكر بدءا لشعراء شبابنا بالشرقاط والله باختصار أيوة. يعني ما اريد اطول وافتح محور حديث نعم. كذا لا تقفون واركضوا ورا حلمكم مثل ما سوى عبود الملك نعم ابسط مثال عبود الرجل ركض واجتهد هو اجتهد هو راح ونجح اركضوا ورا حلمكم واتعبوا اتمنى لكم الموفقيه ويا رب من نجاح النجاح الموفقيه لك ان شاء الله بارك الله بك يا ابو ذاكر يا ابو بغداد ايضا نصيحه من جنابك لشعرائنا الشباب الجدد من قضاء بيجي أنا نصيحتي مو بس الشعراء بيجي الكل شعراء المحافظه الشعراء اي والله الشعراء الكبار المبدعين صلاح الدين بيها مبدعين دائما تردد هذه الجملة مبدعين حق نعم. والله العظيم هذا استحقاقهم مبدعين بس أتمنى أنه نشيل الأنا سلام لا يقول آني أحمد لا يقول آني فلان لا خلونا قلب على قلب اي والله والله نطلع بنتاج حتى الناصرية ما تطلع حتى البصرة ما تطلع والجمع الخير إن شاء الله ثقوا بالله واني مسؤول عن كلامي جزء راح يحسب بس والله العظيم عندنا شعراء يضاهون شعراء البصرة يضاهون شعراء الشعراء بغداد ما شاء الله بس احنا يعني مو قلب على قلب كونوا انتم المبادرين بلم الشمع ان شاء الله ان شاء الله انتم خيرين والله دعوه من خلالك اي نعم يا ابو التموا اي والله كنا ما عدنا شيء والله تصافوا تصاففوا والله العظيم قلوبنا ان شاء الله ترفع روسنا والله عن صلاح الدين الكل انا احبهم بدون وانا بالنيابه عن احمد يحبهم كلهم تحياتنا لهم كلهم اخوتنا مظله وخيمه تلمنا وهذا هو ان شاء الله يا رب القادم افضل يا رب والله يوفق الجميع شكرا جزيلا لكم لتواجدكم شكرا مره ثانيه يا احمد الحرشان شاعر شكرا على واجب الله يعزك ويبارك فيك ونعودها بالخير شكرا يا ابو بغداد شكرا لك شاعر سلام الجمهور يعطيك الصحه والعافيه شرفتونا